واخيرا حصلت على السماعات RGB وكرسي فخم في ايضا RGB مع حاسوبي هذا. ركبت في الحاسوب HDD لاني ضيعت معظم المال على السماعات وعلى الكرسي. بس RGB على السماعات ايش فائدتهم؟ ما راح اشوفهم. او كرسي RGB ليش بدك تزيد فريمات يعني؟ بس RGB او كرسي RGB ليش بدك تزيد فريمات يعني؟ RGB على السماعات ايش فائدتهم؟ ما راح اشوفهم. او كرسي RGB.